كل ورقة تقطف هنا ستتحول إلى كمية من السكر الطبيعي. نبتة الاستيفيا تعرف بأنها بديل عن السكر الصناعي، ونجاح زراعتها في قطاع غزة احتاج إلى وقت وجهد كبير من سعدة وأصالة المختصتين في تكنولوجيا الغذاء. في معمل صغير داخل المنزل يتم طحن الأوراق ومن ثم استخلاص السكر. الطريقة بطيئة نوعا ما، لكنها كفيلة بإنتاج منتج خال من الشوائب ويناسب مرضى السكري. بنهدف مشروعنا انه نجد بديل امن لمرضى السكري، للحميه الغذائيه، لكل افراد الاسره، خصوصا انه منتج ستيف سويت هو امن لافراد الاسره بشكل عام بالاعمار وحتى بالحاله الصحيه. يهدف المشروع الى تعزيز ثقافه زراعه المنتجات الامنه، وهو ضمن مشاريع تمولها اللجنه الدوليه للصليب الاحمر. صعوبة تسويق المنتجات الزراعية الآمنة فتح المجال لاستخدام الوسائل الحديثة والرقمية في مجال التسويق الإلكتروني عبر التطبيقات الهاتفية، تطبيقات تربط بين المزارعين والمستهلكين مباشرة وتحدد لهم نقاط البيع لتلك المنتجات. ناصر وخالد شقيقان يعملان هنا على تزويد التطبيق الخاص بهما بمعلومات كافية حول طريقة زراعة هذه المحاصيل ليتفادى المزارعون الأسمدة الاصطناعية. ما يميز التطبيق طريقة حصول المستهلكين على هذه المنتجات. يقوم هذا التطبيق بعرض هذه المحاصيل للمستهلكين للحصول على هذه المنتجات الآمنة، ويتم تحديد هذه المنتجات من خلال جوجل ماب الذي يقوم بتحديد مكان المزارع أو المتجر من خلال التحديد الدقيق اللي هو الجي بي اس. تأتي هذه المشاريع مع تنامي الحاجة إلى منتجات غذائية آمنة في منطقة تعاني من انعدام الأمن الغذائي وأمراض تسببها المواد الكيميائية الضارة.